السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة في قسم هندسة التعدين وفي مادة تصميم آلات المناجم. راح نبدأ إن شاء الله في الفصل الأول من مادة تصميم آلات المناجم، وهذا الفصل هو بعنوان البامبينج اند درينج سيستم. طبعا في هذا الفصل راح يقسم إلى قسمين. القسم الأول راح نأخذ العناصر التالية، نشرح العناصر التالية: pumping and drainage purpose، ما هو الهدف، the aim or the scope of pumping and drainage system in the mining industries، and also we will discuss the pump characteristic curves. The pump characteristic curves is the basic diagram to design a pumping system for the dewatering system. And also the pipe characteristic curve, which is related to the pumping characteristic curve. Also, we will focus on the pump flexibility and how to find the solutions to dewatering the system or to recover some issues in the pumping activities. Also, we will discuss the pump application in the mining sector. In part two, we will discuss some examples and we will solve some examples, which is example number 9 and example number 13. Before the pumping and drainage system phenomena, we will discuss something about the design. قبل كل شيء احنا لازم نتكلم عن معرفتنا لاسم هذه المادة Design of Mining Machinery or Mining Equipment. يعني احنا في بالنا انه الديزاين لازم نعرف معناه شنو هو، يعني هل هو اتخاذ قرار او تنفيذ قرار او خلق قرار، ماذا هو او ما معنى كلمة التصميم. طبعا بالعادة احنا نعرف كلنا من تذكر انه كلمة تصميم يأتي في بالنا انه تصميم مثلا بالنسبة للمكائن تصميم التروس او الجيرز او يعني تصميم فد شيء معين تابع لآلة، هذا الشيء ينتج من عناصر ومن تحت ضغط معين ودرجة حرارة معينة. ولكن ما سوف يتم شرحه في هذه المادة من تصاميم، طبعا راح نركز على كيفية استخدام الآلات المناسبة في عمليات التعدين أو التي تحتاجها عمليات التعدين، الآلات المناسبة لكل قاطع من عمليات التعدين، مثلا قاطع البومبينج سيستم، قاطع الإكسكافيشن سيستم، قاطع الديلايتد سيستم، يعني كل شيء إلى فد آلات معينة، أو الدريلينج سيستم، كل شيء إلى آلات معينة. هاي الآلات تستخدم مع كيفية استخدام هذه الآلات مع وتصميم استخدام هذه الآلات مع ما موجود من فعاليات في قاطع التعدين أو في هندسة التعدين. بالنسبة للديزاين، الديزاين قد يكون هو create something. Is to create something. The design means that a standard to create something or some parameters to create an objective. And this objective may be related to the process activity, may be related to mining activity, may be related to, in general, it's related to engineering activity or science activity. طبعا البامبينج اند درينج سيستم
الهدف من هذا أو هذه المعدة، معدة المضخات. المضخة هي معدة تستخدم لإزالة أو إزاحة الفلويد اللي هو غالبا ما يكون الليكويد والسيمي ليكويد بالنسبة للبامبينج أو البامبس، إزاحته من مكان إلى مكان آخر تحت مسافة معينة أو على بعد مسافة معينة أو على بعد ارتفاع معين أو انخفاض معين وإلى آخره، وبكمية معينة. هذه الكمية تحدد من قبل المصمم ومن قبل بعض جامعين البيانات التي سوف تدخل في عملية تحديد السعات المطلوبة لإزاحة هذا الفلويد من مكان إلى آخر. بالنسبة للمايننج أكتيفيتي، بالمايننج عندنا إحنا الووتر. الووتر هذا in the mining activities we have a flooding problems and this problem can be recovered by dewatering. يعني احنا عندنا في التعدين، عمليات التعدين، عندنا مشكلة الفيضان. يعني اذا نجي نترجمها هي مشكلة تجمع المياه خلال عمليات التعدين، لان احنا كل ما نحفر تحت الارض انه احنا نواجه المياه، لان المياه الجوفية موجودة في كل مكان تقريبا، خصوصا في مواقع اللي توجد بها العناصر المعدنية الخام. فالبومبينج سيستم جدا ضروري حتى نتخلص من هذه المياه. ليش؟ لانه هذه المياه اذا بقت راح تسبب لي مشاكل عديدة في عملية المايننج وعملية البرودكشن وعملية البروسيسنج للاكتيفيتيز اوف مايننج. فعندي to control water in mines، حتى نتحكم بالووتر. طبعا عندي هذا الشكل هو طبعا احد الاشكال او احد التصاميم اللي خاصة بجهاز ازالة المياه من المنجم. يعني إذا نشوف عندي هذا السامب أو اللي هو أسفل المتجمع به المياه، وتوجد مضخة. هذه المضخة هي مضخة عمودية تقوم مربوطة بأنابيب، مجموعة أنابيب تقوم بسحب هذه المياه وإرسالها إلى خارج هذا البيت أو السامب حتى يتم عملية تفريغ هذا الصمب من المياه. طبعا عندي في كل سكشن او في كل ليفل عندي كنترول سيستم يتحكم في مدى حاجتي حسب الكاباسيتي الموجودة عندي. انا اذا الكاباسيتي هو كامل البيت الموجود عندي في هذا المكان، انا راح اتحكم في تشغيل هذه الكنترولات، او اذا قلت راح يقل عندي تشغيل الكنترولات والى اخره. بالنسبه للكنترول ووتر ان ماينز، وي هاف فور بارتس اور فور باراميترز شود ايفالويت اند امبلمنتيت ذا امبلمنتيشن اوف بريفنشن. وات از بريفنشن؟ بريفنشن از نوثينج بات بريفنت the mine from the water. Prevent the mine from the water. That means we should dewater we should use the dewatering system to remove the water, because we don't want to collect water in the mine, and that will affect directly to the miners and machines activities. So prevention is the first parameter. And we have also the collection. The collection is the second part of the water control. We have the first step to remove the water. We have to collect the water in a sump. يعني أول شيء لازم إحنا نسوي sump عندي. يعني مثل البيت أو مثل الحفر
على طبعا حفر، تكون حفر نظامية ذات أشكال محددة لها كاباسيتي محدد تجمع فيه المياه. بعد ما تتجمع فيه المياه هذا التجمع يسمى بالكولكشن اوف ووتر. بعد ذلك انه احنا نحتاج انه ننقل هذه المياه، نظام نقل المياه من هذا من هذه الحفر ومن هذا البيت او من هذا السمب الى خارج هذا السمب، وبالتالي الى خارج مكان عملية التعدين. فهذه العملية تسمى transportation of water. Transportation of water. Transportation of water is implemented by using pipe or piping system. طبعا خلال المنظومة الأنابيب احنا راح ننقل المياه مربوطة الى مضخة والى آخره. The fourth part or the fourth parameter, which is the treatment after the transportation, we should treat the water because we want to use the water for the service part in the mining activity and also for the miners' requirements. فهذه المياه يجب أن يعني مو بس إنه إحنا نزيل هذه المياه، لا، وإنما نعيد تصفية المياه هذه، نعيد تصفية المياه هذه من الشوائب، من البكتيريا، من طبعا تحت منظومة تصفية تسمى بالـ treatment of water system، treatment system أو softener، يعني تصفية المياه أو معالجة المياه من هذه الأمور كلها، حتى احنا نرجع نستفيد منها في نفس موقع التعدين ولا تكون عندي تذهب سدى. بالنسبة للبارت الثاني اللي هو البامب كاركترستيك كير، احنا في عملية التصميم design of dewatering system we need to understand the whole phenomena of sump and pump and the piping system. يعني يجب أن نفهم ماذا هو يعني السمب أو البيت أو الحفرة وكيف تكون وشنو أبعادها وعلى شنو تتحكم، وأيضا لازم نعرف المضخة ونوع المضخة المستخدمة ومنظومة الأنابيب التي تربط في هذه في هذا السيستم الكامل. فأنا عندي basic selection or basic design for the pump is the يسمى the pump characteristic curve. هذا الكيرف راح يكون كيرف مختص بالتصميم المضخة، راح نجي نتعرف عليه هسه، ويحتوي على العناصر التالية الرئيسية اللي هي الكوانتيتي راح تقاس ب quantity of water، كمية المياه راح تقاس بجهاز الفنتوري ميتر، وأيضا عندي الهيد اللي هي مستوى الارتفاع أو المسافة المقطوعة للأنبوب، هذا راح تقاس الهيد راح يقاس بالبوردنج جيج، وأيضا عندي الباور للبامب باور كونسومشن، هذا الباور كونسومشن راح تقاس بالوات ميتر، نحسب كم تستهلك المضخة لإزالة هذه الكمية من المياه، وحتى نعرف بالضبط هذا الشكل اللي أمامنا حاليا هو شكل أو نموذج لبيت على اليمين اللي هو هذا اللي يتحدد يسمى بالتيست تانك أو البيت، هذا الووتر ليفل عندي، وهذا عندي البايب اللي هو ما يسمى بالسكشن بايب اللي هو راح تسحب المضخة من عند المياه وبالتالي تدفع إلى الديسشارج بايب والعملية أنه تذهب إلى يعني نقدر نسحب هذا الديسشارج إلى مكان آخر. هذا الرسم هو فقط مثال توضيحي حتى بس أوضح أنا عملية كيف أنه أربط مضخة مع السكشن مالتها مع الديسشارج مالتها، وكيف أن أقيس هذه العناصر الثلاثة أو البراميترات الثلاثة اللي هي الكوانتيتي تقاس بالفنتوري ميتر اللي هو كما ظاهر أمامكم بهذه الحلقة وبهذا البوزيشن، طبعا يوضع على discharge pipe على discharge line، وعندي أيضا البوردنج gauge
هذا البوردنج جيج راح يقيس لي البريشر، ومن عند البريشر راح طبعا راح يكون عندي بالميتر. ليش؟ لانه انا عندي هيد مو عندي بريشر فعلي. وايضا عندي الوات ميتر راح يقيس لي الكمية المستهلكة من الكهرباء حتى تسحب لي الكمية الفلانية من المياه او خلال تشغيل المضخة. فال pump characteristic curve او ما يسمى بال PCC او ال PPM pump performance curve، هذا امامكم يتكون من شغلتين، الاكس اكسس والواي اكسس. الاكس اكسس اللي هو الجالونز بير مينيت او ما يسمى بالكيو اللي هي الكوانتيتي. بالاكس اكسس لازم احنا نشوف الكوانتيتي، وبالواي اكسس عندي ثلاث عناصر اللي هي الافيشنسي والبريك هورس باور وعندي التوتال هيد. هذه العناصر الثلاثه الافيشنسي والبريك هورس باور والتوتال هيد ممثله بكيرفات كما تلاحظ وكما مؤشر امامك في هذا الدايجرام او الفيجر. فهذا الكيرف هو اساس تصميم المضخه. بالنسبه للبايب كاركترستيك كيرف، البايب كاركترستيك كيرف هو احنا ذكرت في بدايه هو ريليتد تو بامب كاركترستيك كيرف. انا يجب ان اكون على علم وعلى درايه بالهيد. زين، انا الهيد كيف انه اعرف انه هذا الهيد وما هي انواع الهيد؟ فالهيد كيرف فقط يمثل لي بالبامب كاركترستيك كيرف يمثل لي البايب كاركترستيك كيرف فقط فقط بس الهيد. يعني ارجو انه يعني تركزوا لي على هاي النقطه. هذا هو معنى البايب كاركترستيك كيرف. طبعا الافيشنسي نقدر نوجدها من المعادله اللي هي المرقمه ايكويشن 5.1، وي كان فايند اوت ذا افيشنسي باي ذس ايكويشن ويتش از كيو اتش بين تو اري 8.33 pound of water per gallon over 33,000 feet pound per minute into brake horsepower. طبعا حتى اوجد الافيشنسي لازم يكون عندي البريك هورس باور. كم عندي البريك هورس باور اللي هي راح اخذها من الوات ميتر، وايضا عندي الكيو، ولازم يكون عندي الاتش حتى استخرج الافيشنسي اوفر اول افيشنسي فور ذا بامب. طبعا الكيو اللي تمثل لي الكميه، والهيد راح يمثل لي المسافه المقطوعه او البايب كاركترستيك كيرف. وهذه هي معاملات التحويل حتى تطلع عندي الافيشنسي بالبرسنتج. بالنسبه للايدج الهيد طبعا عندي عده انواع مثل ما تشوفون في المعادلة رقم equation 5.2 which is equal to HS plus HF plus HV plus HSH. الHS ما يسمى ب section head أو vertical distance، يعني total static head plus HF. الHF تسمى بالequivalent friction head أو equivalent head. هذه الفريكشن تتعلق ب الفريكشن اللي يحصل ما بين المائع وما بين الأنبوب. فهذه هي أيضا راح تعمل لي إلى خسارة جزء من الهيد. فهذه لازم أحسبها، كم لازم أحسب الهيد الموجود باللاينز بالفيتينجز الموجود عندي بالمنظومة الأنابيب حتى أرجع أضيفها الى الهيد حتى لا اخسرها. يعني من اختار الهيد المناسب لازم انا حاسب او مخلي في بالي احسب الفريكشن هيد. بالنسبه للفيلوسيتي هيد اللي هي الاتش في، ايضا القانون مالتها ممثل بالمعادله، والاتش اف طبعا الممثل بالقانون او المعادله ايكويشن 5.3 وي كان فايند اوت ذا اتش اف. The C يمثل لي
اللي هو الكونستانت واللي يمثل لي 100 القيمة مالته هو 100 for the used pipe for the used pipe تمثل 100 for the used pipe the surface يمثل لي surface roughness يعني C المعامل C هو يمثل لي surface roughness خشونة السطح للأنبوب إذا كان الأنبوب جديد فراح يكون أكيد مو مثل الأنبوب المستخدم أو المستعمل فإحنا roughly نأخذ القيمة C هي 100 يعني ككونستانت كثابت وأيضا الكيو عندي تمثل لي الجالون permanent الكوانتيتي وعندي أيضا الدي تمثل لي الانسايد diameter for the pipe هذه هي الإكواجين 5.3 بالنسبة لي الHV اللي هي تمثل لي الvelocity head and we can find it by find out by using equation 5.4 which is equal to v square or v to the power 2 over 2g ال v اللي يتمثل لي سرعة المائع خلال أو سرعة الليكويد خلال الأنبوب كم راح تكون هاي أكيد لازم نقيسها أو تكون معطاة بالسؤال حتى نقدر أن نستخرج ال h v بالنسبة للفقرة الأخيرة اللي هي HSH Shock Losses بالنسبة للشوك لوسز الشوك لوسز هنا ملاحظة جدا جدا مهمة بالشوك لوسز الشوك لوسز يحدث عندما يكون عندي تغير في الاتجاه في مسار المائع أو الفلويد كيف يحدث أنا عندي تغير في الاتجاه تغير في الاتجاه يحدث عندما يكون عندي أنا دا أمشي بطريق عدل أو بايب كان عندي عدل وبعدين رجع عندي مثلاً بايب دا يمشي 3 متر أفقي وبعدين لازم يصعد 6 متر زين من هو كان دا يمشي أفقي معناها كان دا يمشي بمسار واحد وبخط عدل من طلعت أنا للأعلى تغير المسار مالته تغير المسار مالته عن طريق شنو عن طريق فيتينج اللي هو الإلبو اللي هو العكس اللي غير لي المسار من الأفقي إلى العمودي فهذا العكس راح يحصل به تغير في الاتجاه وهذا التغير في الاتجاه راح يسبب لي شوك لوسز هاي الشوك لوسز خسائر الصدمة يسمى لأن راح يتعرض الصدمة راح يتغير الاتجاه مالته يسمى فراح أقدر أحسبها من الجدول اللي أمامكم حاليا اللي هو يمثل equivalent number of feet of straight pipe for different fittings يعني أنا يكون عندي الفيتينج على سبيل المثال إذا كان عندي عكس أو إلبو 90 درجة الاتجاه مالته 90 درجة يعني حول لي أفقي عمودي مع لازم أعرف السايز أوف فيتينج يعني كم القطر مال فيتينج هذا هل هو 3 طبعا بالإنج عندي من النصف إلى 6 أنا اختاريت 3 مثلا كمثال عندي فإذا أنا أقاطع 90 اللي هو نوع الفيتينج مع السايز راح يطلع لي راح يطلع لي رقم 8 هذا الرقم 8 يمثل لي قيمة الطول المكافئ كبايب عدل أو كبايب مستقيم يعني الفيتينج هذا أو الإلبو اللي قيمته 90 درجة أو اللي شكله على شكل زاوية 90 يعادل لي 8 إنش من إذا 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 تصورته بشكل أفقي أو إذا عملته بشكل أفقي فهذا هو الفرق ما بين الفيتينج وما بين البايبلاين الستريت بايبلاين وما بين الإكويفالنت فيتينج اللي هي أنا أحول الفيتينج إلى ستريت بايب إذا هذا الجدول هو خاص فقط بتحويل الفيتينج واستخراج الطول المكافئ للفيتينج إلى ستريت بايب الفيتينج هي عندي أنواع عندي العكس قد يكون يسمى 45 long radius elbow أو 90 long radius elbow وعندي 90 short radius elbow 90 degree يعني 180 long radius elbow 180 short radius elbow T cross يعني الكروس اللي يمثل لي
وعندي concentric reducer والeccentric reducer. طبعا انواع عديدة، مو بس هاي الانواع، انواع عديدة من الفيتنج. وايضا من الفيتنج يكون عندي الفالفز. الفالفز مثل ما تلاحظون بهذا الجدول، في نهاية هذا الجدول راح يكون عندي نوعين، اللي هي gate valve يسمى الopen، وعندي check valve. هاي يعني الصمامات اللي توضع على الانابيب، فراح تكون قيمها بهذا الشكل اللي موجود امامك. ايضا تحتاج الى نوع الفيتنج والسايز لهذا الفيتنج. انت من يكون عندك هاي المعلومتين راح تقاطعها وراح مباشرة تستخرج قيمة طول المكافأة لهذا الفيتنج. طبعا هاي الصورة الواضحة امامك باللون الازرق، الفالفات الفيتنج، هاي تسمى الفالفات. واحد اللي هو الجيت فالف اللي على اليمين، اللي يحتوي على قاعدة، وعلى اليسار الذي يحتوي على صمام مغلق يسمى بالتشيك فالف. هذا التشيك فالف عادة ملاحظة يوضع على الأنبوب الخارج من المضخة، يعني ما يسمى بالديسشارج لاين. تشيك فالف، هذا التشيك فالف انه الفانكشن مالته ليش يوضع على الديسشارج لاين، حتى من عندي اللي يخرج الانبوب الفلويد من يخرج من المضخة، ما يعني في حال انه حدث فتح خلل معين بالمضخة وصار عندي عملية اطفاء، فمن يرجع الفلويد ما يرجع على المضخة ويؤذي لي الاجزاء الداخلية من المضخة، لا. ولذلك يوضعون هذا النوع من الفالفات او الصمامات لانه يغلق عند الرجوع، يعني طريق واحد فقط، يعني خروج ولا يسمح بالرجوع الفلويد الى المضخة. بالنسبة للبايب كاركترستيك كيرف ايضا، هذا هو الشكل اللي امامكم، هو شكل يوضح عملية الديواترينج سيستم من الويل الى الريزرفوار. انا عندي هنا فد ويل معين او بئر معين، وعندي ريزرفوار تانكي. انا راح الهدف مالتي انه اسحب المياه من هذا الويل الى الريزرفوار، هذا هو الهدف. باستخدام شنو؟ باستخدام المضخة اللي موجودة امامك. المضخة راح ترتبط بانبوب يدخل الى الويل يسمى بالسكشن لاين، وراح يخرج من المضخة انبوب يصب بالريزرفوار اللي يسمى بالديسشارج لاين. هذه العملية تكون عندي مقسمة، لازم مقسمة على حسب الويل. يعني عندي الجدول 5.2 اللي هو الفريكشن لوس ان فيت فور اولد بايب، السي لهذا السي اللي تكلمت عنه قبل قليل بالمعادلة انه السي تساوي 100 فور اولد بايب، ف نستخرج من عنده الفريكشن لوس. هذا الجدول بتوفر معلومتين، المعلومة الأولى اللي هي الفلو أو الكوانتيتي بالجي بي ام اللي هي الجالون بير مينت، وأيضا عندي السايز أوف بايب. يعني إذا توفرت عندي المعلومتين راح أقدر أنه أنا أستخرج قيمة الفريكشن لوس، مثل ما راح أوضح أمامك، اللي هي مثلا عندي هاي الأربعين، أنا اخترتها 40 جي بي ام جالون بير مينت، وعندي السايز 3 راح يطلع عندي 0.91 قيمة الفريكشن لوس. زين، نرجع على الفيجر اللي على اليسار. هذا الفيجر طبعا هاي الليفلات التقسيمات هي تقسيمات كونستانت ثابتة. كيف انه هي ثابتة؟ بعملية الديواترينج سيستم راح تكون هاي التقسيمات ثابتة. راح انا أسمي بالدائرة الخضراء حاليا اللي هو البومبينج ووتر ليفل، يعني مستوى المياه عند هذه النقطة. بعدين راح يجي عندي بعد ذلك ستاندينج ووتر ليفل، يعني عندما يكون عندي البئر مملوء في هذه النقطة راح أسميها الستاندينج ووتر ليفل، اللي هي من قاعدة المضخة إلى أول ليفل للمياه داخل البئر. بعدين عندي الستاتيك سكشن هيد. الستاتيك سكشن هيد يمثل لي من نقطة البي دبليو ال السفلى اللي هي تمثل لي
القاعدة اللي تستند عليها مستوى المياه بالقبل الفوت فالف إلى السكشن هيد اللي هي نقطة دخول المياه إلى المضخة، فهذا يسمى ستاتيك سكشن هيد، هذا يكون عندي ثابت عادة. البي الحرف بي يمثل لي بي كابيتال ستاتيك ديليفري هيد، واللي يمثل لي نقطة خروج المياه أو الفلويد من المضخة إلى نقطة الديليفرد يسموه ديليفرد بوينت أو اللي نقطة السبلاي بوينت اللي تصب بالريفزوار، هذه تسمى يعني اللي أعلى نقطة تمثل لي أو أطول مسافة أو أعلى نقطة تمثل لي بهذا الشكل. أيضا عندي التوتال مال ستاتيك والديليفري هيد يمثل لي سي كابيتال which is the total of static head A and B. The total manometric head which represent the distance between the pumping water level and the additional head to overcome the friction loss, the last point of the figure of the design for this system. ليش عندي هي last point؟ لأنه أنا عندي أنا عادة انتهت النقطة ب total static head بالC، انتهت النقطة على نقطة بالأنبوب اللي هي هاي النقطة، ولكن أنا يجب إضافة شيء قليل تسمى additional head to overcome friction loss اللي هي عند النقطة D أو capital D later. هاي ليش؟ هاي يعني إحنا نسميها حتى نتجاوز الفريكشن لوس اللي راح يطلع عندي داخل هذا السيستم، يعني كإضافة. شون احنا مثلا من نصمم فد ناخذ مضخة معينة نصمم لها فد كاباسيتي ومع بعد ذلك ناخذ سيفتي فاكتور معامل امان، هذا كذلك نفس الحالة، انه انا اخذت الفريكشن لوس وصممت على اساسه. نجي للبام فلكسيبيليتي. طبعا المضخات المستخدمه داخل الديواترينج سيستم او المايننج اندرجراوند ماينز تو ريموف ذا ووتر، هي بيها لازم يكون مرونه بالتعامل مع هذه المضخات. كيف يكون مرونه؟ راح ناخذ هنا فد كيس معين. ان كيس اوف There is no intersection point between the pump and the pipe. احنا ذكرت قبل قليل البامب كاركترستيك كيرف اللي يمثل لي ثلاث كيرفات. هاي الثلاث كيرفات لازم تلتقي بنقطة معينة. هاي النقطة المعينة تسمى بالoperating point. هاي النقطة إذا لازم يتقاطع عندها البايب كيرف مع اللي هو الايدج مع الانترسكشن البامب كيرف. فكيف انه انا قاطع لي هذه اللي هو البريك هورس باور افشنسي، لازم تطلع عندي نقطه الاوبريتنج بوينت. اذا ما كان عندي هاي النقطه ما راح يكون عندي عمل للمضخه، او المضخه ما راح توصل لي بالكفاءه المعينه. فالحل لهذا الموضوع عمليا انه انا استخدم، لازم افكر واشوف انا عندي شنو اللي أقدر أسويه حتى يكون عندي تقاطع لهذه الكيرفات. زين، هل أنه أنا أزيد الكيو؟ هل أنه أنا أقلل الكيو أو أزيد الإيج وأقلل الإيج؟ أوكي؟ أو مثلا أستخدم شيء آخر عمليا يصير عندي. أول فقرة أنه أنا عندي هذا الإمبلر، لازم أستخدم عندي البامب. فهذه السنجل بامب احيانا احنا تكفي انه ازيد فقط الكاباسيتي للسنجل بامب، اللي بنفس الوقت راح يزيد عندي الفلو والهيد مالتها. ولكن احيانا اخرى لا يوجد او لا يصلح هذا الحل، فنضطر إلى اللجوء إلى الكاباستي الأكبر
اللي أحصلها من المالتي-ستيج بامب. المالتي-ستيج بامب هي عبارة عن مضخة واحدة ولكن فيها عدة حجر عدة حجر للضغط، تتمثل من الحجرة الرئيسية إلى الأقل والأقل وأقل إلى أن يكون عندي أصغر حجرة من خلالها يندفع الفلويد بضغط عالي جدا، ومن خلال هذه الحجر يتم ضغط الفلويد شيئا فشيئا إلى أن نرفع الضغط بالمستوى المطلوب، وبالتالي يكون احنا رفعنا الهيد ويكون عندي الانترسكشن بوينت between the pump curve and the pipe curve. ايضا عندي حل اخر انه هو اربط المضخات مثل ما ربطته بالشكل التالي. مضخات تسمى تربط على السيريز التوالي، مضخة على التوالي تربط المضخة على التوالي وتكون ذات سكشن وديسشارج متصل، وبالتالي راح ازيد عندي قيمة الهيد حتى ازيد الهيد الى ان يوصل لقيمة الانترسكشن بوينت، وبالتالي يتقاطع ويمثل لي الاوبريتنج بوينت للمضخة. بهذه الحلول اقدر انه انا اعوض الانترسكشن بوينت او تقاطع الانترسكشن بوينت باحد هذه الحلول. عندي ايضا when the speed of pump changed the operation is changed due to، عندي علاقة ما بين السبيد وما بين العناصر الثلاثة اللي هي تحدد لي ذكرتها سابقا اللي هي الكيو الكوانتيتي والهيد والهورس باور. بالنسبة للكيو there is a relationship, a direct relationship between the Q and velocity and the speed of the pump. And also we have a relationship between the head and the square of speed of pump. يعني السرعة تكون مضاعفة، مربع السرعة يكون أو مربع speed of pump يمثل لي الهيد، هناك علاقة ما بينهم. وأيضا عندي علاقة ما بين الهورس باور ومكعب speed of pump، فهذه هي العلاقات الثلاثة استخدمها للمقارنة ولتنطيني ما يسمى بالpump flexibility. البامب الفلكسيبوليتي هي، فننتقل الى when pump connected to series ايش راح يصير عندي بالديزاين كيرف. هذا الديزاين كيرف بما انه انا راح يصير عندي دبل بامب او تريبل بامب الى اخره، في هذا الفيجر او هذا الدايجرام راح يكون عندي دبل بامب راح استخدمه في ديزاين، فراح يكون عندي بالعادة أنا الكيرف مالي أو الدايجرام أو الفيجر يحتوي على ثلاث فيجرات اللي هو الهورس باور فيجر والكيرف، وعندي الهيد كيرف، وعندي أيضا ما يسمى بالكومبايند في هذا الشكل. فهذا الشكل يحتوي على علاقة الكيو مع الإيج لربط السيريز. فعندي نجي على البامب، طبعا عادة المضخة الأولى من أربط أنا إذا عندي ربط سيريز المضخة الأولى تكون هي المضخة الرئيسية، يعني هي اللي تحتوي أو اللي مختارة أو المصممة على كاباسيتي كوانتيتي والهيد مالتها يكون يعني عالي. بس إذا احتاجيت إلى مضخة ساندة فنربط المضخة الثانية أو الثانوية إلى المضخة الرئيسية، فتكون عندي الخط هذا أو الكيرف اللي هو البامب 1 هورس باور، وعندي أيضا
هذا يمثل لي البامب 1 هورس باور الدوتد لاين الهورس باور. بالنسبة للبامب 1 هيد أيضا هذا هو الخط للبامب 1 هيد أو الكير. البامب 2 عندي الهورس باور 2 بهذا المكان. فإذا لاحظ تقاطع البامب 1 كيرف دوت الدوتد كيرف مع هذا اللاين اللي هو, فنقطة الأوبريشن بوينت راح تكون في هذا المكان كما مؤشر عليها. فعندي البامب 2 مع هورس باور مع بامب 2 هيد, وأيضا المجموع مالتهم للهورس باور, يعني لكل باراميتر راح يطلع عندي كيرف جديد. يعني الهورس باور راح يطلع الكومبايند هورس باور. الكومبايند هورس باور يعني شخصت بيها, أقصد بيها الهورس باور الأول مع الثاني. هذا هو الأول وهذا الثاني, المجموع مالته هذا X Y X plus Y راح يمثل لي كومبايند هورس باور كيرف. الكومبايند هيد كذلك, الكومبايند هيد الأصلي اللي هو الـA الهورس باور 1, الهورس باور 2 اللي هو الـB, فيمثل لي كومبايند هيد كيرف A plus B راح يمثل لي كومبايند هيد. شوف شلون الاوبريشن الاوبريتنج بوينت انه هي زحفت وزادت عندي الهيد في هذا المكان, وشيء قليل من الكاباسيتي زاد عندي او تقريبا يعني نفس الكمية ولكن الهيد عندي اختلف بهذا المقدار. فهذا هو مفهوم انا كيف انه اطبق الديزاين عندي على الكيرفات الموجودة في الفيجر التصميم للمضخة. نجي على البامب ابليكيشنز بالماين. in mine industry pumps are used in mines in two ways. الاول اللي هو الستيشنري ديوتي او ستيشن ديوتي, هذا النوع الاول من الاستخدام الابليكيشن. كيف يكون هذا؟ هذا يكون easy construction, يعني يكون المسافات القصيرة. removal of water from large sump يعني يزيل المياه من الحفرة الكبيرة أو السامب الكبيرة. ويكون عندي constant static head, يكون عندي هذا الهيد مالته الستاتيك هيد هو ثابت. النوعية الثانية اللي هي dewatering system. هذا dewatering الفرق عن الستيشن ديوتي هو يصير كومبلكس, يعني يصير بمثل الشبكة, شبكة أنابيب, ويصير عندي معقد إلى درجة معينة مقارنة بالستيشن ديوتي وطويل. الريموفال اوف واتر فروم ماين شيفت يصير عندي شيفت اوف, يعني يزيل المياه من الشيفت وليس من الصمب, لأن الشيفت هو أكبر من الصمب. variable static head minimum to maximum static head, يعني الستاتيك هيد مالته متغير من المينيمم الى الماكسيمم. ليش؟ لانه عندي عمود للشيفت هذا التابع للماين. عندي فد بروسيجر معين. قبل البروسيجر راح اشرح فد جزء معين او مثال بسيط للديواترينج سيستم اللي هو must the work must over a range of minimum static head to maximum static head and that required keep recharging the inflow of pump. To solve this problem use the method of horizontal slices. يعني ليش هذا الموضوع يصير؟ لانه انا عندي بالشيفت بعمود الشيفت من استخدم الديواترينج سيستم عندي مستوى المياه غير مستقر, احيانا يصعد واحيانا ينزل عندي. فهذه عدم استقراريه بالستاتيك هيد تولد لي الى لازم انا استخدم طريقه بحيث دائما تكون السكشن مال المضخه او كيس المضخه يكون الى فد فلو متواصل,
يعني دائما يكون اكو فلو معين، جريان بالسكشن هذا المضخه. فحتى اصمم هيجي تصميم راح اروح الى طريقه الميثود اوف هوريزونتال سلايسز. يعني شنو هي هاي الطريقه؟ الطريقه انه اقسم الشيفت مالتي الى لايرات او سكشنات، وهذه اللايرز راح احسب عند كل لاير الستاتيك هيد وبقيه المواصفات الموجوده عندي. ليش؟ لانه انا كل ما قسمت، يعني انا مثلا اذا اجي احسب مساحه كبيره على سبيل المثال لقطعه ارض احسبها، يعني ما راح تكون بالدقه اللي انا مثل ما اجي اقسم الارض الى اقسام محدده واحسب مساحه كل قسم، وبالنهايه راح اجمع هذه المساحه لكل الاقسام وراح تطلع لي المساحه الكليه. في هذا العمود ما شفت نفس الحال، انا راح اقسم الشفت الى لايرات، وفي كل لاير انا راح احسب هذه المواصفات. طبعا البروسيجر التالي هو بروسيجر ثابت للديزاين لهذه الطريقه على هذا الكيرف اللي هو البامب بيرفورمانس كيرف او بامب كاركترستيك كيرف. اولا سكيور ذا كيرفز اوف مالتي ستيج بامب تو بي انالايزد. يعني اول شيء لازم احدد انا المالتي ستيج بامب مالتي، وعلى اساسها اخذ من عندها البامب بيرفورمانس كيرف وابدي اصمم النقطه الاوبريتنج بوينت مالتي اللي لازم تخرج كنتيجه. عندي النقطه الثانيه بلوت بايب كيرفز ات ذا فولوينج لوكيشنز. زين، انا من خلال الفيجر السابق، الفيجر اللي هو نموذج لعمود ما شفت والمضخه، كان the elevation الاول طريقه لازم ارسم البايب كيرف. كيف ارسم البايب كيرف؟ لازم استخدم هذه الخطوات اللي موجوده امامي، هسه راح اشرحها بالتفصيل. the elevation of standing water level represent initial condition، يعني الظروف الابتدائيه راح تمثل لي وين تمثل لي عند نقطه ال SWL اللي هي standing water level، يعني بعد ما عندي انا ووتر. بعدين the elevation when the mine or shaft is dry represent the final condition، يعني عند ما يجف عندي هذا الشفت، يعني بالحالة الأولى أنا عند ما يكون عندي شفت يسمى standing water level أيا كان الليفل، بس هو يسمى standing water level اللي هو من القاعدة البيس مع المضخة إلى مستوى المياه. شوف وين المستوى المياه، هذا يسمى SWL. فالنقطة الثانية elevation when the mine or shaft is dry represent the final conditions. نقطة C between A and B elevation and geometry of water columns plan view change. يعني بين النقطة A وبين النقطة B ال elevation أنا راح يتغير عندي، والجيومتري مال الواتر احتمال أم يتغير، فأيضا هذه لازم يعني أحسبها. Between A and B any other elevation if increased accuracy is desired. يعني النقطة اللي تمثل لي برسم البايب كيرف هي ما بين A و B، ما بين مستوى المياه عند ما يكون مملوء وعند ما يكون جاف الشيفت. ما بين هاي النقطتين لازم أنا أقسم الشيفت مالتي إلى عدة أجزاء وحسب الجيومتري، يعني شكل الشيفت يكون عندي مثلا مستطيل، قد يكون مربع، فأنا أحسب الكمية في هذا المستطيل كم راح تساوي لي الكمية، وأيضا في شكل المربع كم راح تساوي لي، لأنه أحيانا الشيفت ما يكون هو عمود يعني ثابت. لا، هسه راح نشوف إحنا بالأمثلة كيف راح هاي النقطة نفهمها أكثر. زين، النقطة الثالثة determine بعد أنه أنا ما قسمت الشيفت مالتي إلى لايرات، راح أسوي determine if the curve representing the final condition intersect the pump curve at a value greater than the inflow rate. يعني الـ الكمية هذه اللي أحسبها لازم تكون بالنسبة للبامبينج كيرف تتقاطع، هل هي أكبر من الانفلو
اللي معطات عندي او الكاباسيتي اللي انا لازم احسن يعني المعطات بالسؤال لو اقل. اذا اوكي اذا يس يعني مباشرة انتقل الى النقطة رقم 4. واذا لا ايش راح اسوي؟ راح اسوي increase the pumping curve in step 1 by 1 stage and re-evaluate the question posted in step 3. Posed in step 3. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام هذا انه انا اذا كان عندي بالبداية قسمت الليارات مالتي للشيفت، بعد ذلك هل هذه الليارات كافية ولا غير كافية؟ اذا كافية مباشرة راح انتقل للنقطة رقم 4، ابدي احسب اللي هي تذكر انه determine the quantity that correspond to each of pipe pump curve intersect، يعني احسب ال quantity لل pipe pump curve intersection point يعني. واذا لا راح ارجع اقسم من جديد، يعني التقسيم احتمال احتاج لتقسيم اخر، يعني مثلا قسمت اربع شيفت اربع اجزاء، احتمال احتاج خمس اجزاء ست اجزاء، وهكذا الى ان اصل الى مرحلة انه يكون عندي ال intersection point flow هي greater than inflow. The final condition intersect هي greater than the value of inflow rate. زين. النقطة الخامسة evaluate steps 5A, 5B and 5C in order for as many instances as there are intervals. Determine the average quantity Q average for each interval starting at water level and going down until the mine of shaft is pumped dry. هذه النقطة معناها أنه أنا راح أحسب الـ Q average عند كل interval، يعني أنا ما قسمت ليارات، عند كل ليار أو كل interval أنا راح أحسب الـ Q average اللي هي أبدي من الأعلى إلى الأسفل، نزولا إلى الأسفل، من الأعلى اللي هي الـ standing water level، الـ Q عند الـ standing water level مع الـ Q اللي بعدها، انا راح اطلع قيمة الافريج مالتهم الاولى زائدا الثانية على اثنين، هاي قيمة الافريج، وهكذا الى ان اصل الثانية مع الثالثة، الثالثة مع الرابعة الى ان اصل الى الدراي بوينت. Multiply each interval cross sectional area in square feet by its corresponding high to get the cubic feet of water in each interval. Multiply by 7.48 converts the cubic feet into gallons of water. هذه النقطة هي فقط لأنه أنا راح أسوي عملية ضرب لل cross sectional area، لأنه أنا عندي بال gallon of water مو عندي بال cubic feet، فهذه هي مجرد عملية تحويل، راح أضرب الكمية في هذا الفاكتور اللي هو 7.48. النقطة C راح أبدي أحسب to calculate the time to pump the water from each interval, divide the total gallons in each interval by the difference between the interval average pumping quantity and the inflow rate. Be careful that the inflow rate is given in gallons per minute. في هذه النقطة راح أبدي أحسب الوقت المستغرق لسحب المياه عند كل interval ونقسم هذه الكمية على الفرق ما بين الانترفال افريج بامبينج كوانتيتي اند ذا انفلو ريت، فراح تطلع عندي قيمه الوقت المحتسب لحساب ازاله المياه عند كل انترفال. النقطه السادسه راح تمثل لي summation up all the values for the pumping times in each interval to come up with the time in minutes.
it would take to pump all the water. يعني أنا مو حسبت الوقت في كل انترفال، في هذه النقطة راح أجمع الوقت لكل الانترفالز الكلي، راح يطلع لي كمية الوقت الكلي أو الوقت الكلي المستغرق لسحب كمية المياه جميعها. النقطة السابعة summation up the quantities in all of the intervals in gallons، يعني الكميات كلها راح أحسبها في كل راح أجمعها at كل interval، راح أجمعها راح أسوي summation. This summation represent the standing water doesn't include the inflow، يمثل لي standing water يعني نقطة level مال water، النقطة الكلية من الأعلى. والنقطة الثامنة to calculate the representative gallons per minute substitute into the following equation. أنا هذه الكمية راح أحسبها بالجالون per minute which is equal to standing water quantity plus total time في الـ inflow rate على total time. إذن لحل هذه المعادلة اللي هي تمثل الجالون per minute هاي النهائية، لازم يكون عندي الـ standing water level الـ quantity، ولازم يكون عندي total time. هذا total time راح استخرجه من مجموع الأوقات في عند كل انترفال، وأيضا عندي الانفلو ريت عند هذه المعطات أو خلينا نقول إنه هي المدخلة. فعن طريق المعادلة راح يطلع عندي الجالون بير مينت الكلي. هذا هو نهاية الجزء الأول من الشابتر، وإن شاء الله في الجزء الثاني سيتم شرح المثال المستخدم لحل هذه النقاط والمتبع لحل هذه النقاط الثمانية. وشكرا لكم.